وندوزو لواحد الشوربه بالحوت والقرعه الحمراء فيها ربع ديال الحوت الابيض. من الاحسن نختارو حوت يعني ما فيه شوك. جوج حبات ديال البر مشلضي، ربع ديال القرعه الحمراء، جوج حبات ديال الخيزو منقي، ربطه كبيره ديال الربيع فيها كرافس مدلوس قزبر مربطين، جوج وريقات ديال الرمل، جوج معالق كبار ديال الزبده، واحد معلقه صغيره ديال العطريه الصينيه. ممكن نعوضوها بعطريه ديال الحوت. عندنا شويه ديال الملح وشويه ديال البزار وشويه ديال سكينجبير وربعة معالق كبار ديال الفرماج محكوك. واخا صافي مفهوم ولا نعاودها؟ اييه لا مفهوم. بالنسبه للطريقه، في الطنجره كنشحر داك البر مع الحوت، ديك الزبده، الملح، ابزار، توابل صينيه، عطريه ديال سكينجبير، صافي كنزيد العناصر كامله اللي ذكرت الا الفرماج. وكندير الماء الكافي وكنخليها طيب يعني واحد 20 دقيقه. كنزول ديك الربطه ديال الربيع وريقه ديال الرند، وكناخذ واحد الكاس تقريبا من هذاك المرق تنحتفظ به جانبا. وكنطحن الباقي ديالي يعني كنطحن داك الخليط ديالي وكنردو فوق البوطه واحد 10 دقائق، وفي الاخير كنضيف عليه الفرماج. وكناخذ ديك الربطه ديال الربيع كنديرها في الخلاط مع داك الكاس ديال المرق. وكنزيد عليه شويه ديال الوريقات ديال اما ديال الكرافس والمعدنوس باش كيعطينا الخضوريه اللي يعطينا اللون الخضر. وكنطحنوا كل شيء في الخلاط وكنفرقوا هذا الخليط يعني يكون ثقيل شويه، كنفرقوا في جيب حلواني. هو باش نزينوا هاد الشوربه ديالنا. في التقديم كنخوي الشوربه ديالي في الزليفات وكنزينها بهذا الخليط ديال الربيع من الفوق كنوع من التزيين، وكنرافقوها بالشوربه وتنرافقوا هاد الشوربه باش ما بغينا. عبرت لك الصوره ديالها صراحه كتجي في المنظر رائع. هي نبدلوا شويه فعلا. يعطيك الصحه تبارك الله عليك. ايه.